اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، راح نروح نحن وياكم للفقره الرياضيه. فقرتنا الرياضيه اليوم كثير مهمه، خاصه للناس اللي ما عندهم وقت يروحوا مثلا على نادي رياضيه، ممكن يستخدموا شغلات موجوده في البيت ليشدوا جسمهم. راح تكون معنا الكابتن رانيا الحاجبي لتحكي لنا اكثر عن الشغله، عن التمارين الرياضيه. نشوف التقرير وراجعين. مرحبا، معكم كوتش رانيا من بيلا جام. اليوم أنا حابة الحصة تكون كتير مميزة. من أي ناحية؟ إنكم تقدروا تستخدموا أشياء موجودة في البيت، لأنه كتير ستات بقولوا إنه إحنا بنروح على الجيم بس في أيام بتمروا إحنا ما بنقدر وما عنا إكويبمنتس، ما عنا أدوات نستخدم. فأنا اليوم اخترت كم من شغلة ممكن يكونوا موجودين في البيت أو على الأغلب موجودين، رح نعمل فيهم تمارين باستخدام وزن الجسم، وبهذا الشيء ليساعدك على التوازن وكمان تكوني دائما بالسيف سايد، إنه أنت قادرة تعملي هذا الشيء بالتكنيك المضبوط. أول شيء بدنا نبلش بالعضلات العلوية للجسم. بدي أبلش بعضلة البايسب، عضلة ثنائية الرؤوس، كيف الكوتش وفاء. طبعاً ما في بيت بيخلى من ستيكس خشب. أنا بدنا نبلش هلأ بالبايسبس. بدها تكون إيدينا، بدي أشتغل على أكثر من منحة. إيدينا بدها تكون تقريباً متوازية مع بعض. جريت. ركبنا متنية، ظهري لورا، وببلش 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. بدنا نمشي لنص الطريق 1, halfway, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. هلا بدنا نعمل وحدة فل 1 وبدي أرجع بعدين half 2 نص الطريق 3 لنص الطريق 4 بقدر أحط إجري وراء لنص الطريق 5, 6, 7, 8. هلأ هيك إحنا بنكون شغلنا العضلة ثنائية الرؤوس. بتقدر تكرري هذا التمرين 3 أو 4 مرات. هلأ بعد ما استخدمنا الستيك بدنا نجيب الكرسي كوتش وفاء، بدنا نعمل العضلة ثلاثية الرؤوس. هذا التمرين اسمه ترايسبس ديبس. هذا التمرين إذا عندنا شوي ضعف في منطقة الكتف أو مشاكل بدنا نحاول نتجنبه، لأنه ممكن إحنا نعمل لحالنا إصابة إذا عملنا تكنيك غلط. بدي أحط إيدي على الكرسي، أقدم لقدام، ظهري يكون مستقيم، وبدي أنزل. ما بدنا ننزل كتير، 1 أطلع، 2 ثاني بسيط، 3 4 زي كوتش وفاء هون. شايفين كيف الكتف ثابت؟ وراجع لورا 6 7 8 كمان 8 1 2 3 4 5 6 7 8. طبعا بدنا نعمل ستريتش هلا، بليز كوتش وفاء، بدنا نعمل ستريتش لعضلات الذراع الجهه الثانيه، internal rotation. هلا بدنا نستخدم شغله كمان موجوده، ثالث شغله موجوده بالبيت، الكره. هلا الكره ممكن تساعدني للاتزان، تثبيت الذراعين، وانا بشتغل بتقدر تستخدم الكرسي. احنا رح نعمل سكوات تو تاتش ذا تشير. هلا بدنا نفتح الرجلين، ناخذ الاصابع شوي لبرا. في البيت ما في داعي تعمل التمرين المدى الحركي تاعه كامل. بدي انزل لنص الطريق 1 ارجع 2 3 4 بقدر أضغط على الكرة 5 6 7 8 كمان 8 8 7 6. لما بضغط على الكرة 5 أنا هيك كمان بحرك عضلات الرجلين الكبيرة وعضلات اليدين لما بضغط 3 2 1. هلا بدنا نشغل اكثر من مجموعه عضليه. العضلات الكبيره في الجسم هي عضلات الساقين، هي اكبر عضلات موجوده في الجسم، والعضلات العلويه وعضلات الكالف. بدنا نعمل كالف ريزنج وشولدر بريس وذ سكوات، 3 تمارين مع بعض باستخدام الكره. بدي انزل سكوات اطلع لفوق 1 على اطراف الاصابع ارجع 2 3 4
خمسة ستة سبعة ما بننزل كتير ثمانية كمان ثمانية لما بطلع على رأس الأصابع أو أطراف الأصابع مش الأصابع من هون المنطقة اللي موجودة البول تاعت الرجلين أنا بعمل تنشيط لعضلات البطة بطات الرجلين الكالز الكبيرة آخر ثلاث اثنين واحد بعمل ستوب داون 6 7 8 جريت بدنا نعمل ستريتش الستريتش بده يكون باستخدام الستيب الستيب أي عتبة عندك في البيت أو أي شيء مرتفع عن الأرض بقدر أحط إجري عليه العضلات اللي ورا الرجل الثانية بقدر أعمله على الأرض كمان ممكن أقدر أعمله على الأرض لما بنزل الأصابع بكون أنا عملت ستريتش للعضلات اللي هون هلأ بقى عم بعمل ستريتش للبوستيريور ماسلز للعضلات الخلفية كاملة وهون للإنتيريور عضلات البطة كثير ستات بيطلبوا منا تمارين للأبس في البيت شو بدي أعمل في البيت هلأ أنا اخترت إنه نعمل باستخدام الكرة كمان بليز كوتش وفاء بدنا ننزل على المات هلا الكرة بتساعدني زي ما احنا بنشتغل في الجيم لما بنعمل سيت ابس اني انا اقدر اطلع طلعه كامله اوكي بمسك الكرة بحطها فوق راسي بقدر اطلع على نص الطريق 1 ارجع 2 3 أرجع أربعة بدنا نطلع أربعة لفوق واحد اثنين ثلاث أربعة كمان أربعة لنص الطريق halfway two three four again full one and back two three and four هلا بدنا نعمل تمرين اسمه تويست او رشن تويست برضه بقدر استخدم الكره تكون ايدي هون انا بس بدي انزل على الاطراف 1 2 3 هاد للعضلات الجانبيه 5 6 7 8 8 7 6 اذا بدي ادفانس اكثر بقدر ارفع رجلي وانا بلعب 3 2 1 هلا في شغله كثير مهمه بالنسبه لعضلات البطن في ناس بيفكروا انه في تمارين خاصه للمنطقه العلويه او تمارين خاصه للمنطقه السفليه للبطن هلا احنا في عندنا شيء اسمه فاشيا او غشاء هو المحيط في دائما محيط في العضلات كافه او في المجموعات العضليه احنا ما بنقدر نحرك جزء ونلغي جزء ثاني فاغلب التمارين بتشغل اغلب المجموعات العضليه اللي هي الستة الريكتس والترانسفيرس اللي موجودين الداخليه للابس فانت اي تمرين بتعمليه لتمارين البطن بيستهدف المجموعه العضليه كامله اوكي هلا اخر شيء باستخدام اي شيء مرتفع عن الارض بدنا نعمل بوش ابس كمان هذا كثير بيساعدك ليزبط البوش اب معك في الحصص اذا انت من الناس من رواد الجيم بتحطي ايديك على اطراف الستيب ظهري بده يكون مستقيم ركبك على الارض الصدر باتجاه الستيب وبنزل لتحت لنص الطريق واحد برجع اثنين ثلاث في ستات بيعملوه بهاي الطريقه طبعا غلط اربعه بنزل ظهري مستقيم بطني مشدود خمسه سته سبعه ما في داعي انزل للاخر اذا انا مبتدئه ثمانيه تسعه and stop بعمل baby pause هذا stretching pause هلا في طريقه ثانيه كمان لتقويه العضلات اللي بتشتغل في البوش اب اني بقدر اعمل جهه خارج الستيب وجهه داخل الستيب نفس الطريقه نفس الويدث فتحه الايدين وبنزل لنص الطريق 1 2 3 4 ما في داعي انزل للاخر 7 8 هلا بدنا ننتقل للجانب الاخر
1 لنص الطريق 2 هاف واي هاف رينج اوف موشن 3 ما بتعب مفاصلي 3 4 5 6 7 8 بعمل ستريتشنج لعضلات الايدين اذا وقفكم تشوفها ستريتش لايدي ستريتش للمنطقة العلوية لإيدي من هون أغلب الستات عندهم مشاكل هاي المنطقة ويقولنا أنا عندي الرسغ في عندي في مشكلة فأنا عمل الستريتش للعضلات والأربطة اللي موجودة هون منطقة الإيد الثانية يعطيكم ألف عافية. هلا شفتوا أنتم كيف بنقدر نستخدم أشياء في البيت؟ لا إحنا نمارس الرياضة اليومية تاعتنا، وإذا أنا ما لحقت أروح على الجيم بس أهم شيء يكون عندي خبرة، وأنا بلعب أصلاً مع مدرب علمني التكنيكس 100%، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا ويعطيكم العافية. طبعا بدنا نتشكر كوتش رانيا على التمارين اللي عطتنا اياها. كثير من ستات المنازل هلا ما بيقدروا يروحوا كثير على النوادي الرياضيه ويشتركوا بشكل يومي، فحلو يكون ست البيت عارفه ايش ممكن تعمل تمارين رياضيه حتى لو بربع ساعه لنص ساعه باليوم تعملهم بالبيت وتشد جسمها وكمان تحافظ على لياقتها. والله هو ستات البيوت يعني معظم شغلهم اصلا رياضه بالبيت، يعني بس يعني من سواء من تنظيف من شغل البيت كله هو يعتبر اصلا رياضه لانك انت عم بتحركي جسمك. هلا اللي بفرق انه انت خصصي لحالك جزء من يومك، يعني لو حكينا نص ساعه في البدايه انه تعملي فيها تمارين رياضيه منتظمه خلينا نحكي غير عن شغل البيت. يعني هلا طبيعه اي شيء بنعمله احنا اي نشاط بدني عم بنكون فيه بتول هو عباره عن رياضه، بس اللي بفرق انه احنا لما نعمل حصه تدريبيه بتكون هاي الحركات الرياضيه ضمن تكرار معين على مدى معين من الزمن. يعني مثلا هلا زي ما حكيت انا قبل فتره ست البيت معظم شغلها بالبيت هي عم بتقوم حركات رياضيه بس لمره واحده، بس احنا لما نعملها كرياضه بنصير نكررها الحركه هاي اكثر عشان نقوي المجموعه العضليه المسؤوله عن هاي العضله وعن هاي الحركه. يعني بشكر كمان مره الكابتن رانيا لانه تمارينها يعني جدا يعني خلينا نحكي بروفيشنال من الناس المبتدئين، يعني اللي لسه الرياضه جديده عليهم خلينا نحكي ياخذوا بالنصيحه اللي بتحكيها الكوتش رانيا، لانه فعلا انه لازم الواحد يكون داير باله على وضعيه الجسم السليمه على طبيعه التمرين المجموعه العضليه اللي انت عم بتدربيها. يعني في كثير ناس مثلا ما بيعرفوا التمرين هذا لاي عضله، لازم تعرف انه هذا التمرين مثلا لعضله الظهر لعضله الاكتاف. يعني دائما المدرب بيشرح للي بتدرب انه هاي الحركه مفيده للمجموعه العضليه اللي راح نشتغل عليها مثلا الايدين الاكتاف، خاصه انه معظم الستات بيعانوا مشاكل بترهل الايدين. يعني بتحس ايديهم مثلا في عندهم ترهل، غير انه مثلا عندهم منطقه البطن منطقه الهيبس كمان الحوض هاي كلياتها كثير بنات بيعانوا منها. فالتمارين اللي بتعطيها الكوتش رانيا هاي كثير كويسه. هلا طبعا بس بدي احكي انه يمكن السيدات مع شغلهم في البيت غير شغلهم بالبيت دوامهم لساعات طويله في العمل. هلا يعني المراه العامله غير فبتاثر على جسمها. بعدين غير هيك انه في مشاكل بجسم السيده وفي مشاكل باجسام الشباب مثلا الكرش وال يعني يا ريت لما نذكر كل شيء مع بعض. صحيح صحيح. ومكملين معكم مشاهدينا فقراتنا بس بعد الفاصل.